ومشاهدينا، موضوع التجربة السياسية وموضوع الدخول في العمل ومضمار العمل السياسي أصبح من الأمور المهمة جدا، خصوصا يعني في واقع الحال اللي عم نعيشه حاليا، وأصبح للشباب تحديدا دور مهم في هذا العمل. لربما للسنوات الطويلة الماضية في العالم العربي اقتصر العمل السياسي فقط على فئات معينة هي الفئات الكبيرة في السن. اليوم سنتحدث عن تجربة برلمانية شبابية مهمة خاضها الضيف الذي سيكون معنا، وهو أحمد ظاهر عمر، يعني سيدخل معنا عبر السكايب، وهو أحد المرشحين للبرلمان الأردني. كان طبعا هو معنا على الهواء مباشرة، ويسعد صباحك أحمد ظاهر عمر. أهلا فيك يا صفاء وإسراء، الله يحييكم جميعا. أهلا وسهلا أحمد فيك. بس لو تعلي صوتك شوي، يبدو في مشكلة بالصوت. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك أحمد، ويعطيك ألف عافية في هذه المشاركة السياسية والتجربة ربما اللي كانت جديدة عليك وجديدة على الشباب، يعني دخولهم في هذا المضمار السياسي اللي ربما يخشى بعض الشباب. صحيح. لكن حدثنا كيف كانت هذه التجربة. بصراحة الحمد لله كانت تجربة ممتازة، غنية، ثرية. نعم كانت صعبة وكان فيها تحديات كثيرة، إلا أنه الناس إجمالاً كانت يعني تنظر بأنها حالة سياسية جديدة، وهذا كان تعاطف الناس وتفاعل الناس مع الشباب، أنه إجمالاً الشباب بالشارع الأردني أو عامة الناس بالشارع الأردني كان يعني الثقة في المجلس وفي البرلمان وفي النواب للأسف كانت شبه معدومة إلى حد كبير. صحيح. فكانت تشعر أنها بحاجة لدماء جديدة ولناس جداد وشباب جداد، فهذا الشيء كان يعيننا شوي بالحملة الانتخابية إجمالا. كان الأمر بالبداية إنه محرج وكان صعب، وإحنا مرات ما كنا نتوقع ولا متخيلين إن إحنا ماشيين في حملة انتخابية نيابية فعليا، ولكن بصراحة كانت الناس كثير ما تدعم، كثير ما يأتينا رسائل وكذا، إنه إحنا مبسوطين وإحنا يعني سعيدين مبسوطين وإحنا في حدا منا وفينا يعني نزل على الانتخابات، مش حدا من فئة مختلفة. أحمد، خبرنا عن التكتل الشبابي الذي حدث في الأردن في برلمان هذه السنة. مسألة التكتل الشبابي كانت جدا مهمة، خبرنا عن أهميتها، تأثيرها على المجتمع، وكيف حصدتوا النتائج في الانتخابات حتى لو كان في بعض الشباب ما فازوا. هو بصراحة أولا كان ترشح عدد جيد من الشباب، في منهم 4-5 شباب كانوا أقل من 32 سنة ومجموعة أخرى أقل من 35 سنة. إلا أنه بالأخير نجح حوالي شابين، 3 شباب بعمر صغير، منهم أخت في الكوتة نجحت من بدو الوسط بعمر 30 سنة، وشباب فوق 35 نجح. ولكن الأهم كانت والدعاية عند الشباب كانت بصراحة ما ترتكز على العشائرية والقرابة والأهل بقدر ما ترتكز على الشباب وعلى السوشيال ميديا بشكل أساسي. هذا الأمر اللي كان واضح عند الشباب تحديدا. جميع الشباب اللي شاركوا كانوا يعتمدوا على هذا الأمر، رسائلهم والفيديوهات وكل الرسائل عن طريق السوشيال ميديا، إلا أنها فعلا لاقت نتيجة، إنه الشباب إجمالا أصواتهم كانت قريبة وكانوا في منافسة حقيقية مع المرشحين الآخرين. كانت دعاية الشباب إجمالا إنه ما عندي مصلحة أخاف عليها أو أحرص عليها، ولا أنا رح أقدر أخدمكم خدماتية إجمالا. هي كانت نوع من المغامرة ربما. كيف؟ كانت نوع من المغامرة الشبابية، يعني أدخل هذا النطاق وأجرب. مغامرة وكانت مقنعة للناس، دليل إنه الأصوات اللي حصلوا عليها الشباب أصوات عالية جدا ومنافسة حقيقة، هذا دليل تعاطف أيضا الناس مع الشباب إجمالا، لأنه بدها دم جديد وبدها يعني نواب جدد بنفس شبابي آخر بعيدا عن اللي تعودوا عليه إجمالا. نعم، وعلى قولتك أحمد بنقدر، يعني أنت هذا الشعار اللي أطلقته في حملتك الانتخابية كان تفاعل معه جميل، أنا شفته شخصيا، لكن حدثنا كيف كان فعلا تفاعل الناس والشباب بالأخص مع الهاشتاج والشعار اللي أطلقته بنقدر. بصراحة أو بنقدر على قولتك. نعم نعم بنقدر بالقام. نعم. فعلا كان تفاعل واضح وكبير، والصحيح اللي كان نتائجه ملموسة إنه كثير من التعليقات والمشاركات والاتصالات كانت تيجي، إن كان إلي أو للشباب أصدقاء اللي كنا نتابع بعض إجمالا، إنه ناس ما بنعرفهم إحنا إلا إنه فعلا كانوا يدعمونا دعم معنوي كبير جدا. نعم. دعم على السوشيال ميديا والشير والكذا، كان واضح تماما هذا الموضوع. حتى ما بعد الانتخابات الجميع، احنا كنا كمرشحين وحتى الناس دائما تنظر بنظره انه انت ناجح بغض النظر شو كانت النتيجه، انه لا تزعل ولا تقلق ولا على بالك. وفعلا احنا بالبدايه من عند لحظه ترشحنا كان واجب علينا نحط خيار عدم النجاح او عدم الفوز تحديدا، لانه ان شاء الله هي تجربه نجاح، ولكن عدم الفوز كان وارد، لانه احنا عدد الناجحين من المرشحين، عدد اللي راح يكونوا اعضاء النواب هم بشكل 10% من كل المرشحين. يعني في الاردن 130 نائب في المجلس من اصل اللي ترشحوا 1300 شخص. فاحيانا طبيعي انه فرصه نجاح مش سهله، ولكن العمل الجاد والعمل
الحقيقي كان في فتره الدعايه الانتخابيه كان عمل انه احنا عملنا اللي علينا، وكان واجب علينا العمل بكل الطرق وكل الوسائل لحتى فعلا انت تاخذ هذه التجربه بكامل. طيب احمد، في نقطه جدا مهمه، يعني خلينا نيجي شوي للجانب السلبي، مش بس نحكي بالايجابيات، لحتى طبعا نتحدث عن الجانب السلبي لحتى نقيم لا حتى ننتقد. يعني كثير من الانتقادات اجت على فئه الشباب كونهم يفتقرون للخبره السياسيه ويفتقرون للعلم السياسي. يعني بالنادر جدا ما تلاقي شاب يقرا في الكتب السياسيه ولديه علم سياسي حثيث، وبالتالي فالامر يعني دخول مضمار للبرلمان السياسي امر ليس بالهين. انت شو ردك على هذا الموضوع وما رايك في هذا الموضوع؟ بصراحة كنا نحكي دائما انه كل شعارات النواب اللي كانت سابقا وكل شعارات البلد اجمالا انه المستقبل والمستقبل للشباب، وبتلاقي كل اللي بيحطوا هذه الشعارات كانوا الكبار. نعم. احنا كنا زي ما احنا بنربي فنانين وبنربي رياضيين وبنربي ايضا احيانا دارسين وخبراء وغيره، ليش ما يكون في فعلا سياسيين؟ ودخلنا باب السياسة من اوسع ابوابه اللي هي خوض التجربة النيابية. وفعلا يعني على الجانب الرسمي، يعني الاتجاه الرسمي كان في البلد والحكومي كان دعم الشباب تماما في هذا الموضوع، بموضوع السياسي اجمالا وفي خوض الانتخابات النيابيه وجعل العمر من 30 سنه، حتى انه كان في طروحات انه يكون من 25 سنه، يعني الجانب الرسمي كان داعم تماما، الا انه الشباب اجمالا يعني هو العزوف عن 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 الانتخابات والانتخاب كان ظاهر اجمالا في كل البلد، والشباب ظاهر فيهم اكثر، ولكن الحراك الانتخابي اللي حصل خلال هذا الشهر وكان في مجموعه شباب للانتخابات، فعلا احنا قابلنا شباب بلغونا انه احنا فعلا مهتمين وانتم فتحتوا لنا باب انه احنا ممكن فعلا نشارك في الانتخابات القادمه ان كان كمرشحين وان كان كتفاعل شباب في الحركه الانتخابيه اجمالا بانتخابات بلديه او لا مركزيه او راح تكون بالاردن ان شاء الله خلال الفتره القادمه. فبالتالي الان بعد العمليه الانتخابيه حصل في حراك، حتى وان كان مش عدد كبير صوت ومن الشباب كذلك، الا انه ما حصل فتره الانتخابات وما حصل بعدها من تحليلات جعلت انه هناك فيه اهتمام لدى الشباب، واللي راح يبين اكثر في الانتخابات الجايه باذن الله. لطيف، يعني هي كانت خطوه ودعوه للشباب لخوض هذا المغمار. يعني في الختام احمد، انا حاب اعرف تجربتك الشخصيه في هذه الانتخابات، كيف اثرت عليك كشخص؟ كيف اثرت في رؤيتك ربما للواقع، رؤيتك للبلد، رؤيتك لموضوع السياسه والفساد والى اخره من امور داخل هذا المغمار؟ ماذا غيرت بك؟ بصراحة أهم ما غيرته إنه إحنا علينا واجب كبير وأشياء كثيرة إحنا مهم نعملها ومش قادرين نعملها، واللي شعرت فيه أكثر إنه مش شرط اللي بده يشتغل بالسياسة أو بده يخدم بلده إجمالاً أو أهله أو وطنه أو أمته هو بس بالبرلمان أو بس في خوض تجارب أمور أخرى، إنما الأمور المطالبين فيه إحنا إشي كثير كبير وعلينا واجب كثير كبير، إحنا للأسف مش مقدمين يمكن 10 أو 20% من الواجب اللي علينا. فبالتالي شعرت بخوض الانتخابات إجمالاً إنه بغض النظر عن النتيجة إن هناك واجب كبير لازم نقوم فيه، واللي يخدم بلده وأمته ووطنه مش بس في أماكن معينة إنما يعني أحمد، تصديقا لكلامك، الحملة الشبابية اللي قامت ضد صفقة غاز الاحتلال، يعني وأصدروا هاشتاغ غاز العدو احتلال، هو كان بمثابة ضغط شبابي، يعني وهو اللي أثر على باقي فئات المجتمع وبدأت البادرة من الشباب، فهذا تصديق لكلامك. بالأمس إنه ممكن الشباب رائع يعني فعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني من الشباب ومن الأهل في هذا الموضوع. صحيح، عماله بيقدم شيء حتى ولو كان بسيط، لما يشعر انه فعلا عماله بيقدم وانه عنده شيء يقدر يعطيه، هذا لحاله كافي لانه يستمر بهذا العطاء ولو كان بسيط، الا انها بدايه لشيء اكبر. بالاخير التغيير ما بيصير الا بالشباب، ما بيصير الا بايدينا ابدا. يعني احمد الظاهر عمر، كنت مشارك في الانتخابات البرلمانيه السابقه، بنتمنى انك تخوض البرلمان او الانتخابات البرلمانيه بعد 4 سنوات في الاردن، ونتمنى لك النجاح وان تكون فعلا نائب وطن تمثل الشباب. شكرا لك.